بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول تمرين جديد على رسم المنظور الهندسي. التمرين بتاعنا هتلاقوا رابط الملف بتاعه في الموضوع اللي تحت الفيديو. زي ما احنا متعودين، أول حاجة نحط التصور هنمشي بيه إزاي في رسم المنظور. هنيجي زي ما احنا قلنا قبل كده نحدد نقطة أقدر أتحرك منها، فليكن أحدد النقطة اللي هي دي، أبدأ منها أرسم الجزء ده وكذلك أرسم الجزء لحد هنا. هاجي لحد هنا وهقف، مش هقدر أتحرك كده لأن أنا لسه ما حددتش مكان الأسطوانة، فأركن الأسطوانة على جنب. بعد كده ارجع اكمل الشكل ده وكذلك ارجع اقفل الجزء اللي هنا ده. بعد كده اخلص من الاسطوانات اللي فوق دي، الطوب اللي هنا دي واخلص منها. بعد كده بقى عايز اخش على الموال اللي تحت هنا ده، اعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هحدد مكان الطوب اللي هنا ده واعمل الدائره اللي هنا دي، وكذلك اعمل القوس اللي هنا ده، واجي من هنا اقف مماس زي ما شرحنا قبل كده، واجي من هنا اقف مماس بنفس الطريقه. يبقى انا خلاص خلصت دي. بعد كده اعمل ايه؟ بنفس المراكز بتاعت اللي هنا زي ما شرحنا في نقل الاسطوانات، انقل ده وابدا اعمل القوس ده، وكذلك اخد ده موازي من هنا واعمل المماس اللي هنا ده، وانقل ده برضه هنا واعمل القوس ده والطوب اللي هنا دي، واقف برضه بالموازيات اعمل المماسات دي واقفل الشكل بتاعه، وكذلك اعمل ده واقفل الشكل بتاعه. تعال كده نشوف الشكل ده بيتعمل ازاي. زي ما قلنا ابدا اركز هنا هي النقطه دي، واقف من هنا امشي كده بمقدار 25، وامشي كده بمقدار عامل الشكل اللي هو 85. بعد كده انزل المقدار الطول اللي هو ده اللي هو مديهولك مقداره 90. بعد كده انزل برضه بالطول ده كله اللي هو مديهولك كله 180. بعد كده امشي مايل الزاويه 30 بالمقدار ال 25 اللي هي زي اللي فوق. بعد كده ارجع تاني نفس النقطه دي واقفل الشكل ده، امشي كده بالمقدار ال 85 واجي اطلع راسي كده لحد ما اتقطع مع الخطوه. بعد كده اقفل الجزء اللي فوق، امشي كده بعرض ال 25 وامشي كده. امشي كده بمقدار قد ايه؟ مديك عرض الحته اللي ورا دي 45، والشكل كله عرضه 85، ابتدي 85 ناقص 45 على 2 هيديك 20 يمين و20 شمال، يبقى اجي من هنا امشي 20 واجي من هنا وامشي 20. بعد كده اجي اطلع الجزء ده اللي هو عرضه مقدار 10 وامشي كده بال 45 واقفل الشكل بتاعي. ما تنساش بقى الحاجه المهمه، الخط اللي هو هنا ده اهو، ان كتير من الناس بينسوه. يبقى انا كده عملت الخطوط اللي اقدر اعملها في الشكل كله. بعد كده اخش على ايه؟ اخش على الاسطوانه زي ما قلنا، اخلص من الاسطوانه دي لان دي ما فيهاش مشاكل كتير. احدد السنتر بتاعها، السنتر بتاعها فين؟ عندك عرض الشكل كله 85، يبقى عندك هيبقى 42.5 العرض هنا. بعد كده هتنزل راسك، هتنزل راسك بمقدار كام؟ هو مش قايل لك انها في النص بالظبط، هو قايل لك انها بمقدار 42، يبقى امشي 42.5 هنا وانزل راسي بمقدار 42، احدد المركز واعمل السنتر لاين بتاعي. بعد كده عندي ايه؟ عندي اسطوانه خارجيه ثقب خارجي، وبعد كده ثقب داخلي. الثقب الخارجي ده هنقله جوه، يبقى اعمل ثقب خارجي وانقله. وعرفنا ازاي ننقل الكلام ده قبل كده وشرحناه بالتفصيل. بعد كده اعمل التوب اللي هنا، وده مش باين له اي نقل خالص عنك، يبقى انا كده خلاص خلصت الاسطوانه بتاعتي دي. بعد كده هعمل ايه؟ ابدا رسم التوب اللي هنا ده والاسطوانات اللي هنا دي ازاي؟ هو قايل لك ان التوب ده بيقعد 45 عن القعده دي، يبقى اجي من هنا واطلع 45. بعد كده قايل لك انه بيقعد 70، مركزه بيقعد 70 عن الجزء اللي هنا ده، يبقى اجي من هنا وامشي 70 من اول الحته دي. طب 70 ناقص 25 وامشي كده لحد ما اوصل لمكان الثقب، واقف واعمل السنتر لاين بتاعي. بعد كده اعمل ايه؟ اقوم جاي راسم الدايره دي اللي هو الثقب اللي هنا ده، وكذلك اللي هنا دي بزيادات مش مشكله، وابدا امسح. يفضل وانت راسم دول كده حاول تنقل، يبقى تنقل دي، تيجي بعد كده تعمل المسح تحت، وكذلك تنقلها هنا وتعمل دي، بعد كذلك تنقلها هنا وتقفل، يبقى انت كده رسمت الاسطوانه بتاعتك. هيبقى ناقص لك المماسات، تعالى من هنا واعمل المماس زي ما شرحنا قبل كده، تقف هنا والمسطره بتاعتك او المثلث تقف لحد اخر نقطه وتمس، وكذلك تقف هنا تعمل المماس تمسح الزياده بتاعتك، يبقى انت كده خلاص. بعد كده اجي اخد موازن ده بمقدار 15 على بعد 15 لحد فين؟ هتلاقيه هو قايل لك ان المسافه اللي هنا دي واخر ده على بعد 20، يبقى جاي من السنتر لاين ده ماشي كده 20 وتطلع راسي لحد ما تقطع مع الخط ده. بعد كده تمشي مايل بزاويه 30 لحد ما تقطع مع الخط ده، ومنه بقى تبدا تمشي مايل بزاويه 30 لحد قبل النهايه ب 15 وتنزل تاخد المماس، كذلك تنزل راسي. واحد يقول لي هنزل لحد كام؟ بنفس الطريقه، انت لما وقفت هنا وشديت الخط ده في دماغك يعني هتحدد برضو النقطه دي وتنقلها بزاويه 30 لحد ما تتقاطع مع الخط ده، تقوم جاي واقف وعامل المماس ده، يبقى انت كده خلاص. تيجي من هنا تعمل مايل بزاويه 30
انك مش هتلاقيها في الرسمه اللي قدامك في الخط ده، خلي بالك منه. وبعد كده برضو تيجي تقف هنا تعمل المماس اللي هنا ده، ويبقى انت كده خلصت الشكل بكل بساطه. طبعا الحته دي بس كانت مزنوقه فهتحس انها صغيره شويه. يبقى احنا كده خلصنا رسم المنظور، هتشوفه دلوقتي سريعا من غير شرح عشان برضو تتضح ليك الصوره بشكل اكتر. نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.